ألف مبروك، مليون مبروك، مليار مبروك المنتخب المغربي للسيدات باكتساح تام، يتفوق على منتخب كوتيفوار بنتيجة صقيلة 3 أهداف مقابل لا شيء في إطار استعدادات المنتخب المغربي النسوي لكأس العالم للسيدات والاستحقاقات القادمة، كأس العالم اللي هتستضيفها المملكة المغربية ما بين شهري أكتوبر وأيضا شهر ديسمبر القادم 2025 على الأراضي المغربية. المنتخب المغربي بيتفوق على منتخب كوتيفوار بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء، مقابل صفر، يعني يعتبر دون رد، وعلى نفس خطى ونفس وتيرة المنتخب المغربي للسيدات الأول في ظل تألق الأروع بعد تواجد المنتخب المغربي للسيدات كأول منتخب عربي شمال إفريقي يشارك في بطولة مونديال كأس العالم استراليا لنيوزيلندا واللي تفوقنا فيها وتأهلنا للدور 16 لأول مرة على مستوى الساحة الإفريقية. منتخبات المغرب فخر الرياضة العربية والإفريقية والعالمية في ظل تألق رائع جدا، وأيضا بعد تقدم وتطور للكرة المغربية وخاصة على مستوى السيدات بعد إحراز المنتخب المغربي للسيدات للفوتسل في جولتين متتاليتين الفوز على المنتخب البحرين بالأمس، المباراتين اللي أقيموا وانتهوا بنتيجة 5-1 و6 أهداف مقابل هدف وحيد لصالح لبؤات الأطلس. إذن الكرة المغربية في تطور رائع جدا سواء على مستوى الذكرى أو مستوى السيدات، ولكن في ظل تواجد التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم وأيضا تصفيات كأس الأمم الأفريقية. ألف مليار مبروك، وخاصة بعد ضمان تأهل الجيش الملكي المغربي إلى دوري أبطال أفريقيا، البطولة المقرر إقامتها على الأراضي المغربية شهر نوفمبر القادم. ألف مليار مبروك للمملكة المغربية وللشعب المغربي الطيب الأصيل في ظل إقامة جميع البطولات والمحافل الدولية على الأراضي المغربية. طبعا يا جماعة الجمهور المغربي فخرنا وفخر العرب والعالم جميعا في مساندة وتشجيع كل أبطال وبطلات المغرب بإقامة جميع المحافل الدولية على الأراضي المغربية، يعتبر شأن آخر. وأيضا بعد تفوق المنتخب المغربي تحت 20 عام بالتأهل إلى بطولة كأس العالم كولومبيا 2024، ليعتبر المنتخب العربي الشمال إفريقي الوحيد المتواجد في بطولة كأس العالم كولومبيا، كل التمنيات القلبية هنا من داخل قناتي في ظل تطور الأروع وفي ظل تقدم يشهده المنتخبات المغربية والكرة المغربية سواء على الأراضي المستطيل الأخضر وأيضا على الأراضي الرملية داخل الشواطئ، وأيضا في تواجد المنتخبات المغربية داخل القاعة للفوتسل، تطور والأروع لجميع عناصر الكرة المغربية وعلى نفس خطى ووتيرة المنتخب المغربي الأول للسيدات في ظل تواجد حارسة المرمى المتألقة خديجة الرناشي، وأيضا في ظل تواجد نهيلة بنزينة بالإضافة إلى ظل تواجد غزلان شباك التسيم جريدي، بالإضافة لظل تواجد عزيز رباح، وفي ظل تواجد وتألق كل عناصر المنتخب المغربي دون استثناء إيمان سعود، وأيضا في ظل تألق وتواجد كل عناصر الكرة المغربية إلى مزيد من التقدم والإنجازات للمنتخبات المغربية النسوية. وما ننساش المنتخب المغربي أيضا تحت 17 عام اللي استطاع من الفوز على المنتخب الجزائري في جولتين ماضيتين انتهوا بنتيجة 4-0 ذهابا و4-0 ايابا في اطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم الدومينيكان. الف مليار مبروك لكل عناصر الكرة المغربية، وايضا على الجانب الذكرى في ظل تألق وتواجد المنتخب المغربي للرجال اللي ضمن تواجده في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها مع نهاية العام القادم، في ظل تواجد وتألق جميع عناصر الكرة المغربية مع تواجد أسود الأطلس في صدارة المجموعة الثانية في بطولة تصفيات كأس الأمم الأفريقية على الضمان
من تواجد اسود الاطلس في البطوله كبلد مستضيف ومنتخب منظم ومستضيف للبطوله، وايضا مع تالق عناصر اسود الاطلس بالتواجد في صداره المجموعه في تصفيات كاس العالم مونديال كاس العالم 2026 المقرر اقامتها المكسيك الولايات المتحده كندا. كل التمنيات القلبيه في ظل تواجد عناصر والعروه لجميع عناصر الكره المغربيه على مستوى الذكرى وبقياده وليد الركراكي، في ظل تواجد الحارس المتالق ياسين بونو منير المحمدي، بالاضافه لظل تواجد عميد المنتخب المغربي اشرف حكيمي اشرف داري، بالاضافه لظل تواجد المتالق داخل عناصر صفوف المنتخب المغربي سفيان رحيم نجم هداف المنتخب المغربي دون منافس الياس بن صغير، وايضا في ظل تواجد وتالق حكيم زياش، بالاضافه الى ظل تواجد وتالق عبد الصمد الزلزولي الياس خماش، في ظل تواجد سفيان مرابط وكل عناصر الكره المغربيه امير ريتشاردسون بلال الخنوس، بالاضافه لظل تواجد سيد زكريا دراوي، وايضا في ظل تالق كل عناصر الكره المغربيه الى مزيد من التقدم والانجازات للمنتخبات المغربيه في شتى انواع الانشطه الرياضيه وجميع الفئات العمريه في ظل تطور والعروه، وايضا المنتخب المغربي النسوي للفوتسال داخل القاعة بقيادة المدرب الرائع جدا عادل السايح، وفي ظل تواجد ألمع عناصر الكرة المغربية ملك زايد كيلاني، وأيضا بالإضافة لرجاء لزعر، بالإضافة لظل تواجد كوثر بن طالب، وفي ظل تواجد وتألق أمل العوافي نهيلة صدقي، بالإضافة لظل تواجد كل عناصر الكرة المغربية سمية هادي، بالإضافة لظل تواجد كل عناصر لبوات الأطلس داخل القاعة دون استثناء إلى مزيد من التقدم والإنجازات بعد تألق الأروع لجميع أنواع المنتخبات المغربية، إلى مزيد من التألق والانتصارات للجامعة الملكية المغربية، إلى مزيد من التألق والانتصارات والنجاحات للشعب المغربي الطيب الأصيل في شتى أنواع البطولات، إلى مزيد من التقدم. وأيضا موعدنا الغد الثلاثاء الموافق 29 اكتوبر بلقاء هام جدا المنتخب المغربي الاول امام المنتخب السنغالي، كل الدعم واتركوا لي تعليقاتكم داخل هذه الحلقه عن توقعاتكم في مباراه المغرب السنغال النسوي الى مزيد من التالق والانتصارات للشعب المغربي الطيب الاصيل، واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.